متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في يوم اليتيم. محافظة مطروح احتفلت اليوم الجمعة بيوم اليتيم باستضافة عدد كبير من الأيتام وأسرهم داخل حديقة الغزالة التابعة لمحافظة مطروح، والتي نظم فيها الاحتفالية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. خلال هذا العام تقريبا العدد المشارك كم؟ عدد المشاركين داخل الحديقة لحد الآن وصلنا ل 300 مشارك. 300 مشارك على مراحل علشان الزحام والتكدس، صح كده؟ مظبوط. تم طبعا كل اللي داخل بيتم توزيع عليهم الكمامات وطبعا الكحول، وطبعا عاملين اماكن زي ما شفت حضرتك ترابيزات، ما بين كل ترابيزه وترابيزه بتلاقي مترين عشان خاطر التباعد الاجتماعي، والترابيزه ما بيتمش الجلوس عليها اكتر من 3 افراد لاربع افراد. تمام. اللي في يوم ترفيهي، الحديقه النهارده فتحت ابوابها بالمجاني. الحديقه كما قلنا تابعه لمحافظه مطروح وفي رسم دخول، لكن النهارده تم فتحها مجانا. وايه الالعاب او الحاجات الترفيهيه اللي ممكن حضرتك تشرح لنا اللي استمتع بها الاطفال النهارده وما زالوا يستمتعوا بها؟ احنا معانا النهارده لحد عايز اقول لحضرتك احنا معانا السلسله ومعانا الموسيقى ومعانا القطر ومعانا الشلال، كل دي العاب موجوده لخدمه الاطفال النهارده بالمجان. والحديقه ابوابها مفتوحه لحد خلينا نقول لحد السابعه مساء. تمام. لحد السابعه مساء متاح الدخول فيها من اول الصبح لحد الساعه 7 بالمجان، وبعد كده بيتم بدخول رسم بسيط جدا اللي هو الخمسه جنيه، بيدخل الاسره وبيدخل الافراد بيقعدوا في جو استمتاع اسري. والحديقه يعني فيها ميزه ان هي كمان في وسط البلد، فهي كمان تبقى يعني مكان للزوار، ودايما هي بيكون فيها جو الاسر الاكبر. بالفعل هي الحديقه متنفس لاهالي مطروح وخاصه الاسر. وبالمره واحنا بنتابع يوم اليتيم، ممكن برضه استاذ احمد بصفتك مدير الحديقه المملوكه للمحافظه والتي انشئت او تم تطويرها خلال العامين الماضيين من اجل اهالي مطروح، ممكن حضرتك تقول لنا ايه المكونات الاخرى اللي في الحديقه ممكن اي زائر يستمتع بها؟ كمان حديقه حيوان مصوره، عندنا البغامات الجباري دي من اغلى البغامات الموجوده، يعني بيوصل فيها سعر الفرد ل 11000 جنيه ولو بيتكلم كبير بيبقى اغلى من كده. وعندنا انواع من الحمام مختلفه وانواع من الطيور، وكمان عندنا مسامير كمان وفي دعاب، دي كلها حديقه حيوان مصغره، بجانب ان احنا كمان عندنا لا خلينا احنا بس في نفرج المتابعين على المكونات بتاع حديقه الحيوان المصغره. ده بيت ايه بقى؟ ده بيت ارانب، ده مقطوع كده صغير بدانا ان احنا نعمله في جدر الحديقه. تمام. كنوع من الإمداد. تمام. وده العصافير طبعا هي كانت بتيجي بعدد معين وحاليا بيتم التكاثر فيها. وبتختلف في اكثر من نوع من العصافير موجود عندنا زي ما حضرتك شايف، اللي هو كوكتيل او العصافير العاديه. وفي حاليا دلوقتي كمان مسانيس موجودين. المسانيس ده بيت النسانيس. بيت النسانيس. في حاجة تاني النعام، عندنا نعام هنا. وبعد كده في موجود عندنا سينما الأطفال. نشوف النعام، ده بيت النعام داخل حديقة الغزالة التابعة لمحافظة مطروح والتي تضم حديقة أطفال، حديقة حيوان مصغرة بها بعض الطيور والحيوانات. المكونات الثانية ايه يا استاذ احمد؟ سينما الاطفال. في سينما الاطفال، سينما الاطفال كبيرة ودي كبار والاطفال، بس احنا دايما بنشغلها في اوقات الصيف كمان عشان نستقبل زوار الصيف، وبنعمل حفلات مثلا خميس الجمعة عشان خاطر الاهل بتاعنا المطروح. تمام. عندنا طبعا كافيه موجود وفي اسعار رمزية لكل الزوار.
وبيقدر فيها الزائر ان هو يدخل عندنا في الحديقه وبيقعد حتى لو قعد من الصبح لحد بالليل، هي تذكره رسوم الدخول اللي هي الخمسة جنيه ومحدش بيضايقه. تمام. بالنسبه للاحتفاليه يوم اليتيم هنا، في احتفاليات مقرره لجهات اخرى ولا دي الاحتفاليه الكبرى بتجمعت كل الجمعيات اللي هي بترعى الايتام وكده؟ هو ده اكبر احتفاليه، لان حتى سياده المحافظ كان موجود عند رعايه الايتام في كيلو 7 صباحا وحللت التحدي، واحنا جمعنا كل الاطفال ديت في مكان واحد للاحتفال، وده يعتبر هي اكبر احتفاليه في يوم اليتيم، ولان العدد ده مش هيتم، يعني مش هنقدر ان احنا نكرره خلال الفتره دي. تمام. في هدايا قلت لي مدرسيه، وفي وجبات، وفي يوم مفتوح للايتام النهارده بدون اي رسوم داخل الحديقه. طيب في اي حاجه تانية عملتوها النهارده غير تنظيم الاحتفاليه؟ في حفل غنائي، في طبعا فقرات فنيه زي التنوره، وفي لباب، وفي فقرات فنيه من صباحا. طبعا احنا بادئين يوم من الساعه 10 الصبح لحد ما سياده المحافظ جه على وقت الغداء على الساعه 2:30، كان في فقرات فنيه طوال اليوم. وطبعا في كان مشاركه، وبجانب ان المتطوعين كمان داخل المؤسسه كانوا موجودين اكثر من 50 متطوع كانوا موجودين خلال اليوم عشان خاطر ان هم يساعدوا الاطفال. تمام. انا متشكر ليك جدا استاذ احمد، حديقه الغزاله المملوكه المحافظه، والتي نظمت اكبر حفل ليوم اليتيم في مقر الحديقه في الجمعه الاولى من شهر ابريل. كل سنه وانت طيب، وجميع الايتام طيبون، ولكم مني كل التحيه متابعي اليوم السابع. كنت معكم حسن مشالي، مدير مكتب اليوم السابع بمحافظه مطروح.